دكتور الباطنية طالع وعاف المراجعين بالمية وخمسين مراجع، عافهم وطلع وخلى لا تجي المستشفى، لا مدير مستشفى موجود ولا المعاون موجود، وبعد وبالمتابعة مخلي له محاضرة وقاعد يباوع لها وبالمتابعة زين. ورحنا للدكتور بالكسوري خافوا الساعة 11 إلا ثلث، عاف عاف المراجعين كلهم عاف. والله العظيم من واحد زعلنا، من واحد شنو من شهادة؟ شنو من شهادة؟ حتى بالصدرية ما موجود، حتى بالصدرية ما موجود، حتى المدير ما موجود، المعاون ما موجود. شو الراتب بسرعة يا اخي. ايه. لا المدير موجود ولا المعاون موجود ولا مسؤول هذا المدير مال الاستشارية موجود، كلهم ما موجودين. صور المكان ماله، المكان ماله. والله يجي وقت الراتب لا تحصل دقيقة يسوون. هذا مكانهم، شوف هاي غرفة فارغة وبالدوام الرسمي. وهسه الساعة 11. ما يستحوش. ايه هو ايش؟ هذا فترة فارغة ودوامها رسمي. هاي الوقت، ما بك. ايش ساعتك يا سيدي؟ 11:40 دقيقة. سجل وروح. 11:40 حتى. الدوام الرسمي، ما حد موجود كله. زين ولا مسؤول موجود. ولا مسؤول، ولا مسؤول. ولا مسؤول موجود. قافل الباب ماله، قافل الساعة 11:40، هذا الدكتور الثاني قافل الباب ماله.